تلاقيت بالسي توفيق خال لاميا، تعرفي واش قال لي؟ واش قال لك؟ قال لي بلي سي علي راه يحوس على دار العجزه باش يوضع يما فيها. مسكينه تهبل. الله الله على عرايس اليوم، الراجل مليح والوالدين برا، بصح الشيه فيها صفيه. كي كانت صغيره عملت اللي ما ينعملش في عجوزتها الله يرحمها، كانت تغلق عليها البيت وتخرج. وعلى بالك واش زاد قال لي سي توفيق؟ قال لي بلي زكيه عملت له تليفون تطلب منه يروح يشوف صفيه باش يقول لها بلي المعيشه معاهم مستحيل. ما بقى لها غير تقبل بدار العجزه. يا محمد يا خويا، قول لسي توفيق يعمل مجهوده، صفيه تخلي مليكه ترتاح وما تجيش تسكن عندنا. تاتا ربيعه، حرام علينا خلوها تروح لدار العجزه. ولا نسيتي ياك الدار دارها قبل ما تكون دار يما. وشنو دار دار مليكه وبناتها؟ نسيتي واش عملت فيكم؟ ولا دوك جاتك الحنانه وزدتي نسيتي شكون اللي دخل هذيك السوسه نتاع زكيه للدار؟ يا ربيعه عذريها، لو كنت تسمع يما زكريا بلي صفيه راهي في دار العجزه تقبل فريده عروسه. على هذا راني نفكر في حاجه، وعلاش ما ترجعش تعيش عندنا؟ وش بيك بردي؟ يا ربي يا ربي، وش ندير باش نجيب زكريا؟ والله لو كان نعرف السحارة ذو القزانة تجيبوه لي نخسر دراهم كبار عليه. وش بيه هذا؟ وش بيه هذا يا عصفية؟ راك حاب تسرقني يا انا؟ علاش راك حاب تسرقني؟ شكون؟ صحابك، صحابك راهم يسرقوا في الطوموبيل. قاموا لك الطوموبيل؟ ايه تاعي. خلاص مدام صاير، خلاص ما كاين والو، ما تخافي والو. هاي فرات ما كان والو، ما هو والو كل شيء ماله. يعطيك الصحة خويا، اسمح لي يا مزيان مزيان. كنت حسبت لي سارق. مزيان، ما شفتك عجبتي انا تبعتك برك. يعطيك الصحة خويا، ما كانش مشكلة. يعطيك الصحة. اجعله من نصيبي يا رب. فريدة واش راكي ديري هنا؟ ها؟ يعود لي تشكر لي وتقول لي يعطيك الصحة، تقول لي واش راكي ديري هنا؟ ولدي تخلطت عليا والله، جيت نوصل طريقنا نسيت بالكواغط. دراهم المكتوب هو اللي جاب لي هنا، لو كان ماشي هنا السيارة تاعك كانت راحت فيها خلاص. الله يستعرض بك. نشكرك. شجعه ولا خليه؟ خذو. توصلني بلا مزيتي، اركبي. واش الحاجة؟ هي ما تخلعيناش. يا وليدي طول حياتكم انت رزين ومولا كلمة. وقيلا على بالك على زكريا؟ على بالي. ينظهر لي زكريا يحب فريدة. يما زكريا خويا
بصح انا ربيتو كي وليدي. على بالي ربيتو وكبرتو وتحبت تعبت عليه ورجعتو راجل. الله يسلمك. شوف انا كي مات بابا الله يرحمه الله يرحمه حبست القراية وقررت بلي زكريا يوصل للشي اللي كنت انا نحلم به. واليوم الشهادة وحدها ما تكفيش، ميات بحالو راهم بلا خدمة. وعلى هذا كان جا في رأيي بلي نزوجو مع وحدة من بنات صحابي، مرفها وأهلها صحاب جه، وهكذا يروح يتخصص في الخارج ويفتح عيادة خاصة. أما هذا حب فريدة بنت المهبولة ما يفتح له حتى باب، بالعكس. اللي تشوفه يا وليدي وكل شيء بالمكتوب. هاي يا يما أبراي 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 ونروحوا نخطبوا. ها خفي. ها واش اللي ما كان عرضة عندكم عرس؟ داكا مبروك عليكم كل شيء، مبروك لعقوا بالك إن شاء الله. بقى على خير. هاك دكتور غير كي ندخل انا الخدمه طيح عليا من السقف. على خاطر انت تعرفي تخدمي من ما من الفوق ما نعرف والو. اوه شايط قول. الو شكون؟ هنا ما تقطعي دقيقه دكتور. الو عسيهان دوك خلص نخلص ونجيك. تعال اخر خساره خساره يا لاله اللي ما جيتيش معايا. على بالك عمتها تعرفك مليح، كنتو جيران. لا لا ما كناش جيران، كانوا يسكنوا في دويرة سلفها لهم عمي. ايه والدنيا دارت. لحقوا بالينا ان شاء الله. ياك قلتي حفلة صغيرة، واش جات عمتهم تدير في وسطكم؟ باباها ويماها في الخارج، عمتها هي اللي قابلت الناس. لو كان شتي يا لالا ديك الحطة وهداك الخير، غير شافت زكريا طارت بالفرحة. زكريا وش داه؟ كان معروض وفريدة حضرت غير عرفت عمتها باللي أنا عروستك، خلتني نقول زكريا يجي توحشاتو. إيه كانت تحب وكي كان صغير. قوليلي شكولي ما يحبش الغزال ديالك؟ عملت له التليفون وجا يجري يعطيه الصحة، هكذاك شافهم وهو اللي جابني. شوفي لالا لو كان أنا ليا زكريا جا خويا، والله غير من غدوة نخطب له بنت سي سليمان وماشي بنت المهبولة. يا فريدة زكريا وصل له. شوفي كيما وصيتك كوني شاطرة وعرفي كيفاش تهضري معاه. بعداك يا خويا يحيى عمر له راسو بالفايدة اللي راح يصيبها مع فريدة المرفهة. نتكل عليك. وش بيها؟ وش بيها شفيق؟ شفتني هربت. سقسيها وانا سقسي خوك يحيى. وانا سقسي انتي واش كاين؟ كلام الناس هبلني وزيد حكي ما كملت عليا. هيك وعدتني ما زيش تشوفها، هكذاك ورحت الحفلة اللي دارتها غير باش تسوخ عليك. زدت انت مشيت لها في الخط.
عرفتها دور 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 وتجي ليا. انا كنت منحس بيطه في وسط المرضى انايا. فريده انا هذه سهام تليفونات لي قالت لي وصلني للدار ووصلتها عمتها شبكت فيا قالت لي دخل دخلت. فريده كانت قصر مع صحباتها وانا كنت وحدي. مسكين كنت وحدك وبعثت لك عمتها باش تهلا فيك خلتك تشوف كامل الخيرات اللي عندهم وعرضت عليك مفتاح الجنة. علينا نحيتك هاو نحيت فريدة. شوفي مليح لو تروحي للدار روحي عندي يماك وسلمينا عليها بزاف بزاف وريحي اشربي تيزانة ورقدي رقدي قد ما ترقدي قد ما مليح. نريح نشرب تيزانة مالي. صباح الخير. صباح الخير. والله ما عقلتك. كنا في المدرسة عند شيخ عبد القادر الله يرحمه. إيه والله ما عقلتك. واش راك؟ راك بخير؟ الحمد لله. بالسيف ما تعرفنيش. رجعت ما تخالط حتى واحد من صحابنا نتاع الصغر. هذا ما خالطكمش وهجمتوا عليا للدار. يحيى شبيك؟ بصح ما نلومش عليكم. أنا نلوم على أختي حكيمة. هي الجايحة هي اللي فكرتكم فينا. يحيى تعرفني مربي لكن اللي دنا ليا دبستي مازال تخشينا. شوف هذه كمسها كمسها لبنت اختك وادبها بها اللي راهي رابطه خويا زكريا. ياه ماشي حكيمه اختك اللي دايما هي تجري ورا فريده باش تجي تخطب ها؟ شوف حكيمه اختي وانا هو اللي نحكم فيها. والله من اليوم ما زدت اعتب الباب داركم. شوف يحيى نعرفك مع الواقف دايما لكن خاف ربي. زكريا نفسه قال لي باللي طلب منك ومن يماك باش تجيو تخطبوا. وشنو؟ احنا نخطبوا؟ راكم تحلموا كي خويا كي انتم. سبحان الله في عهدنا مازال اخ يحكم في خوه. شوف انا وليدي حب طفله سقلت على العائله واليوم الحمد لله. علاش تفرقوا ما بين زوج تحبوا؟ شوف الحب اليوم ما يصلح لوالو. خويا انايا محتاج لمراه اللي توقف في جنبه. مال على حسابك فريده رايحه تحطمه. شوف ما على باليش بها انا ما على باليش بهذه فريده. انا خويا زكريا محتاج العائله مولات مال وجاه وراني وجدتها له الحمد لله. شوف يا عيال وكان زيد كلمه نبعتك هالدانتيست. شوف ما تبعتني ما نبعتك. وانا القنطرة اللي حبت تبنيها بيناتنا اختي حكيمة انا نكسرها. صار هكذا ها؟ ما اسمع قول زكريا اخوك يجي يخطب يبعد على طريقي. فريدة يسجيك ما تقولي لها والو. مسكينه وعدتها فريده تخطبها لخوها. تخافيش مش احنا نوسخ يديا بوحده كيما هادي. عجبك الحاله؟ راكي فرحانه بروحك؟ الهبال تعيبك بدك؟ خليها تمسني خليها. تخافيش لا راكي طامعة تدي خوها. خوها دات واحدة أخرى يا قفزة ونهار اللي يخطبها زكريا تولي ما تعرفش حتى اسمك. واش توجد في الطونوبيل باش تروح تجيب الشاطر نتاعك. سي محمد صباح الخير. واش من خير؟ كاين في الدنيا ناس بحالك؟
اخي محمد تعرفنا شحال نحترمك. انت تعرفنا عندك احترام. واش ما قلتش مليح ولا راك مريض ولا ها؟ هيا معايا للسبيطار نقلبك ونعطيك شويه دواء. السبيطار نتاع لا الاحسن توجد ليك انت يا سرير وتغلق عليك الباب هكذاك نتهناو منك. سي محمد هدن روحك هدن روحك. نهدن روحي على خطر اني مهبول؟ لا لا يا دكتور اني بعقلي وعقلي عنده عقله. شوف عمري ما تضاربت لكن لو كان ما تبعتش على فريده ما تسمح لك. سي محمد ما تسمح ليش وانت تسمح لنفسك تلعب بنات الناس؟ شوف فريده دبها داتو زكيه وسمح في بناته لكن انا موجود ولو كان ما تخطينيش دايما انا وراك فهمت؟ كل ما عاود تخبر فيها ولا لا تهدد فيها تايا؟ لا مانيش نهدد فيك راني نحذرك. شوف يا تقدم تخطب وتعقب ولا تبعد لكن الاحسن تبعد خير. إذا سي محمد عنده الحق راني رايح نندم على فريدة بنت مليكة.
جاي، انا هذا هو الواجب. ايه الواجب ديالك هو تضحي بالحب ديالك باش تفرح يما. لا لا انا نقول بلي كنت اللي حبيت. نقول لك حاجه واحده اخرى، انا في راسي يجي نهار وين تندم على فريده كما يقول خويا يحيى بنت المهبوله. نحبك ونموت عليك بصح هذاك زكريا نكره خلاص. راه ماما راح تريح انا راح راجع. مانيش نبكي ماما وهادوش، هاني فرحانة برك، هاني فرحانة كي رجعتي بصحتك. شفتي بزكريا على موش يجي يشوفنا؟ ملي جيت ما شفتوش. وش بيك ماما؟ كاش مسرى؟ كاش مسرى في غيابك؟ سيدي لي شمك، سيدي لي شمك يا بنتي. خلاص ما قدرتش نزال. خلاص حكيمة. يما طلبت مني نفهمك علاش وافقنا على فريدة بنت سي سليمان عود فريدة بنت سي علي. كمل قل كيما هما كامل، فريدة بنت المهبولة. بصح نقول لك فريدة حبيبتي وكلت عليكم ربي، معليش وخسارة سي زكريا هذا منا على عوام، نشوفوا كيفاش راح يولي مع بنت سي سليمان. ونشيت بالمكتوب، حنا غير سبابا. المكتوب، المكتوب اللي خلاك انت ويما وحتى زكريا توقفوا في وجه اللي جو يخطبوني. هذا ماشي مرفه، هذا ماشي قاري، هذا يما شيطانة. سهل كلمة منك برك. سي سليمان ماذا بيه زكريا ياخذ فريدة ووليدو يخطبك انت؟ خبراتك يما وسهام ولا فكره تاع الشيطانه تاع فريده. نقول لك حاجه، انا كثر خيركم نقرا ليل ونهار ندير كيما فريده حبيبتي باش هكذا نولي قاضيه وهي محاميه كبيره. تعلمتي تهضري يا وكان بنت المهبوله قراتك. زعما راكي تعبانه؟ هيا نوضي نوضي بركي ما تلعبي فيها. مش تحبي عندي على سلامتك يا لالا.
على بالك باللي قريب درنا عليك اعلان في الراديو. يرحم والديك خليني ترانكيل. شوفي غير سلكي روحك مع خالي محمد وطاطا ربيعه. ولا غير هادي مليحه، فريده ولا تحكم وجميله ما كفاتش، صار حتى السي خير الدين ولا يدخل في روحه. وزادو هما اللي عندهم الحق باش يحكموا ويزيدوا، فهمتي؟ سهل يحكموا فيك بركات. انا سمعا وطاعه. ستوتة شفتي نهار هربتي وزقع لك خالي؟ شفتي واش عملتي في روحك؟ ايه كنت صغيره، لو كان ما فهمونيش وزقوا عليا، لو كان درك راني في الطريق المسدود. لو كان غير تبحرتي هكذا نتهنى منك، واليوم نبقى وحدي في هاد البيت. الحمد لله يا ربي اللي راكي رايحه ونتهنى منك. هاني رايحه تتهني مني؟ واش راكي تقولي؟ معلوم دوكي تبعتي الرياضه تاع المحترفين تشبعي رحلات. هذا كي وصلت للقمه والشهره، ويلا ما كاش انت يلي تفرفري باللغات الاجنبيه اللي كتعلمي فيهم، وانا نقعد غير في هاد البيت وحدي. على بالك سلمى نضحك ونتمسخر، بصح ما نقبلش المكتوب هذا اللي سيف علينا باش نخلو دارنا وذكريات صغرنا باش نجو هنا. اكرام بركات، الماضي فات ومات، اليوم حياتنا راهي في هاد الدار. زكية كاش ما تسحقي القرعة تاع الريحة ديالي اللي غير ما شريتها ما صبتهاش. وين حطيتيها؟ في بيتي. وين حطيتها؟ إيمن روحي شوفيها في بيتك بعد تلقاها. بصح أنا راني نشم فيها هنا. إيوا بصح ملي دخلت للبيت وأنا نشم فيها هاد الريحة، بصح ما عرفتش منين جات. صار مراكيش عارفة منين جات. سرقيها من بيتي وتقولي ما على بالكش منين جات. الله يهديك يا زكية، أنا تعرفيني عندي ريحة واحدة، وزيد بيت كانت مغلوقة بالمفتاح. يعني راني نكذب؟ اسمعي واش هاد الحكاية تاع الجيران؟ ها رحتي تقولي لهم باللي يديا مكسرين وما نعرف نعمل والو، ها وباللي رجلي مسكين كره من ماكلة الطباخ. شوفي ها انا نروح للجيران ومضاريا نقصر معاهم، هادوك حبوا باش ندوسوا باش يتفرجوا. هيا خلينا منهم. صح اسمعي، رفيق شافك وكان يشوفك كل مره كي كنتي تخرجي من بيتي. تعرفي واش قال لي اليوم؟ قال لي يا ماما قريب تغميت من الريحه ديالك اللي فرغتها ماني واللي خبتها تحت فراشها. حلوة هادي، وليتي تخلي رفيق يعسني كي تخرجي. يعطيك الصحة، راكي تعلميه في الكذب. ايه شوفي اسمعي، شكون اللي يقول بلي ماشي هو اللي عمل هاد العملة؟ شنو انتي انسانك طوال. اسمعي انا مانيش ملكه اللي تسكت لك كي تحقري بناتها، فهمتي؟ رفيق الغزال ديالي السبع ديالي، وانتي تكرهيه تكرهيه على خاطر باباه يحبو ويحبني انا تاني، تحلي ولا تكرهي؟ وانتي ماذا بك وليدك يقعد لك غير ليك؟ اما نقول لك حاجه دوك نستناه يدخل ونفريها معاه. يا نايا انتي في هاد الدار. زكية خلاص
نوعدك ما تجيش تدخل روحها فيك. خلاص نقول لك ونعاود لك يا لا هي في هذه الدار. سكية كوني عاقلة كوني عاقلة مش بالي. اسمع انا زكية ماشي مالك المهبولة نتاعك. وش حبيتيني ندير؟ وين حبيتيها تعيش؟ عطاتنا البارطمان بعناها صياغتها ما عزت فينا حتى حاجة. سعد مليكة تعيش مع بنتها في دار في قصر وانا ما عنديش حق نعيش مع وليدي. هذا من حقي نعيش في داري وحدي فهمت؟ زكية تعرفي بلي ما تخاف من مليكة تخاف منها. تخاف من مهبولة إملا من اليوم اعتبرني مهبولة ونشوف الحالة وين توصل. تحبلها نخرجها من عقلها نخليها حتى تولي هي تحب تروح لدار العجزة فهمت؟ صحة يا ربي ولي ترفع يدك عليا بصح الشافية أنا اللي عاونتك باش تطلع أنا اللي مهدلك طريق باش تولي بيان. شوف يماك تروح من اليوم من الدار ولا نرفد رفيق ونروح عند اختي هند فهمت؟ تهديني تهديني ايه طلع على بالك بين حب رفيقي.